السلامة حاجة. مع السلامة بابا. أنت تسكن لهنا؟ نسكن هنا. بالله احكي لي بالله المشكلة تاعك. عندي 25 سنة وأنا نسكن لهنا ونشكى عليها السوسيال. ونهارين ولدي طاحني في الفوطي فمك يا قلب مشلول خرجت راكت مشى للفوطي. هذا صغير؟ هذا صغير هذا. شنو ذنبه في شيء؟ شنو ذنبه؟ احنا كبار أنا كيفاش يقولوها مرضنا بالحساسية. حالتنا حليلة وتو تحس صغار شنو ذنبهم هذا؟ يعني كم هو يا خويا ايه هاوكا هاوكا الغرام الغرام فيه الحلوسه فيه الزيران فيه الجران الجران ينقص تعداهم للبيت عليه ما ناش عباد احنا انتم شكيتوا البلدية شكينا يا بابا شكينا لبس كل بقعة شكينا يشو يصوت ويشو ياكل كل شيء ويمشوا ما يعملون حتى شيء حتى شيء فما حتى شيء شنو ذنبه بالله يا خشير صغير شنو ذنبه هذا عليه والرواية هذه زادت ولا الامراض اللي جي منها الريحه تقسم لك بالله يعني بالنسبه بالله تعرف نهارين عرس بنتي البنايه قد قد الوليد هذه يمكن عمرها 4 سنين هاني في السبيطار حكوا عليها 10 ايام حاش وليدي باش ترقد في السبيطار من الوشمش قرصتها وشمش من هنا من مال مصر هذا اقسم لك بالله مش نكذب وراك وهاو الجيران وسط جو المانين صوروها جو انت سامحني مدام انت دياركم مربوطين بالزيق ولا مش مربوطين؟ لا احنا تجينا ناس بالفلوس مفرخوخين شعلها يعني تو ما كنتش رابطين انتم؟ لا ما نش رابطين كان مال واحد معناه هذا يا تو الحلاق الموجودين هذوك نتاع تسييق ولا نتاع حاجه تسييق ولا هكاك حاجه بسيطه ماهوش معناها حاجه اما هذا الشيء يهبط علينا من الحي راهو وتو اخويا ما تريشي هكايا راهو في الشتاء الاكثريه في الشتاء يولي يمشي في الكيس من هنا في السنين هذه نتعدوا عليه